يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الفضيل اللي لابد انه نلتقي مع الجمهور ونحكي شوي عن موضوع الطعام خلال فترة الإفطار بعد طول فترة الصيام خلال ساعات طويلة قبل الإفطار. بالحقيقة دائما شكاوي المرضى اللي نحن بترددوا لعنا في هالفترة هي هي متأرجحة ما بين التخمة اللي بيجوا فيها نتيجة تناول الطعام بكميات كبيرة، وتتدرج حتى موضوع أحيانا انسدادات الأمعاء. مشان هيك لابد من التنويه إنه بداية الإفطار يجب أن يبدأ بالسوائل وخاصة بالماء بكأس ماء، بعدها ممكن تناول صحن من الخضروات والسلطات لتهيئة المعدة لتناول الطعام. ويفضل الطعام أن لا يكون كامل الدسم بدسم عالي لأنه ممكن يزعج، وخاصة إذا في عنا أمراض ممكن يضايق الأكل الدسم ببعض الحالات. عندهم حصيات مرارية بعض الطعام الدسم ممكن أنه يعمل لهم آلام مراخية يمنى، وأحيانا ممكن تكون آلام شديدة تؤدي إلى دخول المشفى. لذلك كتير مهم بهالفترة هاي بفترة الإفطار أن نراعي نوعية الطعام اللي عم ناكلها بالإضافة لكمية الطعام حتى يكون إفطارنا مريح. يفضل أن يجزأ الطعام الحقيقة خلال فترة الإفطار، وأن لا تكون كلها فترة الإفطار هي فترة تناول الطعام الكامل أو الوجبة الكاملة اللي ناكلها، وإنما تكون على مراحل ونعطي وقت كافي. بفترة ما بعد الإفطار يفضل أنه نحن نكسر شوي من السوائل، لأنه بفترة الصيام نحن عم نقطع الشراب والطعام، وموضوع السوائل كتير مهم بفترة الصيام أنه يكون الجسم مخزن كمية لا بأس فيها من السوائل. فالاهتمام دائما بالسوائل أكثر من ما هو اهتمامنا بالطعام. موضوع الخضار ذكرناه، موضوع الفواكه مهم أيضا لأنه الفواكه أيضا فيها كمية من السوائل وكمية من الحريرات ممكن أنه تغنينا بفترة الصيام. موضوع السحور أيضا، السحور لازم يكون مانو بكميات كبيرة، كميات خفيفة مريحة حتى نقدر نمارس نشاطنا وحيويتنا خلال النهار بعد فترة السحور.